نبدأ الآن بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد بالقسم الثامن، الأسماء والصفات. إذا أردت أن تكون على طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، في الأسماء والصفات، ماذا تصنع؟ تمشي على ثلاث آيات. هذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أبواب البيضاء، يقول الأول إثبات الدليل وهو السميع البصير، الثاني تنزه الله عن مماثلة الخلق والدليل ليس كمثل شيء، الثالث المعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة والدليل ولا يحيطون به علم، جمعت في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، فعندما يكتب أهل السنة معنى الاستواء العلو مثلا هذا معنى، لكن الكيفية نؤمن أن لله كيفية لقدره سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. إثبات والتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه، أي في الكتاب والسنة فقط، لا يوجد عندنا إثبات للأسماء والصفات إلا من الكتاب والسنة. نعم العقل لا يمكن أن يأتي عقل إلا ولا بد أن يثبت لله من حيث العموم كل صفة كمال، ما يمكن يكون الخالق إلا كامل، نعم وينزه الله عن كل صفة نقص، لكن من حيث التفصيل لا مدخل للعقل في باب الأسماء والصفات كتاب والسنة. والعقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لا بد يوافق النقل، درجة تعارض العقل والنقل كتابا للشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك بإثبات نزل، وذلك بإثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي نمت كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام مع إثبات كمال الظلم. نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، نعم وذلك بإثبات ما أثبت نفسه ونفى ما نفى عن نفسه من غير تحريف، لا ننحل ولا تعطيل، ما نعطل ولا تكييف، لا تقول كيف ولا تمثيل، تسير على هذه الطريقة فأنت على طريقة أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم منهم. نعم.